اوكي تمام. اذا احد الاشياء اللي لازم نعملها بالسيجنال بروسيسنج بدنا نستخدم امبليفاير. اذا احد الاشياء اللي راجعها اخذتوها بالالكترونكس مش هيك؟ اوب امب اوبريشنال امبليفاير. بدل ما انا ابني امبليفاير كل مره بدي اعمل امبليفيكيشن للسيركت ممكن استخدم بلوك جاهز. البلوك جاهز هو الاوب امب مثلا احد الامثله عليه 741 سي. 741 سي البلوك او البلوك بشكل عام لاوبريشنال امبليفاير في له مجموعه من التيرمينالز. في عندنا تيرمينال اسمه انفرتنج تيرمينال. رقم البن هلا راح نشوف في الباكج هاي طبعا حسب الباكج بس بالباكج هاي راح نشوفها اللي هي دوال ان لاين باكج. دوال ان لاين باكج بتكون اذا طلعت عليها من فوق وهذا هو الاصطلاح اني اطلع عليها من فوق دوال ان لاين. نعم 8 بنز صحيح 8 بنز عندي واحده اثنتين ثلاثه اربعه. هذا طبعا الاصطلاح بقول انه انا ببدا اعد من هون بس لما فوق بطلع على الاي سي من فوق هي 5 6 7 8 not connected. عندي بعدين هون هذا inverting pin رح يكون 2 أو أحد pins اللي هو inverting input minus. عندي non inverting 3 non inverting input رقم 3. طبعا هذا كبلوك هو في داخله شو رح يكون؟ هو احنا بنرسمه كبلوك في الداخل شو رح يكون؟ ترانزستورز وريزستورز بشكل رئيسي. عندي هون 6 اللي هو الاوتبوت. الاوبن لوب جين بكون مصمم بحيث انه يكون تقريبا بيساوي انفينيتي. الانبوت ريزيستنس او امبيدنس بكون بيقترب من انفينيتي والاوتبوت امبيدنس ايديالي يعني زيرو بيساوي زيرو. السيستم بدنا وبعدين في داخل هون في عندي الموديل ديبندنت فولتج سورس والديبندنت فولتج سورس. الاوتبوت بيعتمد على الفرق ما بين في على 3 ماينس في على 2 مضروب في الاوبن لوب امبيدنس. اذا عندي هون هذا البن رقم 3 اللي هو نون انفرتنج. هذا هون عندي انفرتنج انبوت. 4 عندي ماينس في اي اي و7 بلس في سي سي. عادة هدول ما بنحطهم بس إذا بدنا نحطهم بشكل صحيح نبينهم رح يكون عندي هون بلس في سي سي وهون ماينس في اي اي. وعادة هذا لازم يكون ايش السبلاي هذا؟ دي سي سيمتريكال. دي سي بس سيمتريكال لازم يكون متساوي يعني عادة يعني بده يكون إذا هذا بلس 12 هذا بده يكون ماينس 12 بلس 10 ماينس 10 بده يكون سيمتريكال سبلاي حتى يعمل بايسنج. مش هيك؟ مش بدي اعمل بايسنج للامبليفايرز الموجودين هون. اذا عندي هون 6 اوتبوت وعندي 7 نوت كونكتد. ايش ضل عندي؟ اوبسيت 1 و5 اللي هم هذول بسميهم التيرمينالز 5 و1 بنسميهم النل اوفسيت فانكشن. لانه هذا الامبليفاير هذا مصنع رح يكون بعمليه صناعيه. العملية الصناعية هاي بنتج انا 10,000 مئات الالاف في اليوم ما بيكون فممكن يكون في عندي ما يطلع عندي بالضبط الاوتبوت زيرو لما الانبوت بوصلهم زيرو. يعني لو جيت احط هذا الاوب ام زي ما هو حطيت عليه السبلاي بلس في سي سي وماينس في سي سي وشبكة الاوتبوت نظريا المفروض يطلع معي الاوتبوت زيرو بس من ناحيه عمليه ما راح يطلع معي الاوتبوت زيرو راح يطلع عندي هون فولتج صغير جدا. حتى اتخلص من هذا الفولتج نعمل عمليه اسمها النل اوفست. النل اوفست بجيب هون بوتنشيوميتر بوصل هذا البوتنشيوميتر بواحد وخمسه بهذا الشكل وهذا البوتنشيوميتر من هون بوصله ب في ماينس في اي. هذا العملية هاي بنسميها النل اوفست يعني بعمل نالينج للاوفست. نالينج للاوفست نالينج يعني بلغي الاوفست. نحرك البوتنشيوميتر اللي موجود هون لحد ما الاوتبوت عندي يصير زيرو. طبعا الانبوت في الحالة هاي ايش انا حاطه؟ زيرو. المفروض لما بيكون الانبوت زيرو يعطيني اوتبوت زيرو. بغير السيتنج اللي من هون يفضل هذا البوتنشيوميتر تكون مالتي ترم مالتي تيرن
مالتي تيرن فريم بوتنشيوميتر. وشكله بيكون عادة بهذا الشكل. ثري تيرنز بوتنشيوميتر، وهون على الطرف هذا بيكون في عندي زي برغي مالتي تيرنز. مالتي تيرن يعني مش لفة واحدة بتحركه من أقصى اليمين لأقصى الشمال. عدد كبير جدا من التيرمز، هدول مستخدمين كثير البوتنشيوميترز بالعيار، إذا بدي أعاير دائرة كهربائية أعملها أدجستمنت. عكس البوتنشيوميتر التقليدي اللي بيكون بيكون في لفة واحدة، حتى بيكون هون رايح جزء منه وهون رايح جزء منه. هذا بيكون مالتي تيرن، مالتي تيرن يعني ممكن ألفه 10 لفات أو 20 لفة حتى يعطيني الفول موفمنت من أقصى اليمين لأقصى الشمال. فإذا عملية النال أوفست بعملها بوصل 5-1 بأطراف البوتنشيوميتر الثابتة، الطرف المتحرك بوصله بالماينس بي إي إي اللي هو النيجاتيف سبلاي، بضل أحرك من هون لحد ما في هاي الوضعية يصير عندي الأوتبوت زيرو، كأني عملت له نوع من الكاليبريشن، كأني لغيت الأوفست اللي موجود أصلاً في هذا الأوبريشنال أمبليفاير. إذا هذا ميزته كبيلدينج بلوك، رح نشوف الآن باخده كبيلدينج بلوك، والآن بقدر أنا أعمل أمبليفيكيشن اللي أنا بدي إياها بإني أوصل ريزيسترز خارجية. بتوصيل الريزيسترز خارجية لهذا الأوب أمب بقدر أحقق الجين الانفيرتينج أو نون انفيرتينج أو أي الفانكشنز الثانية المختلفة اللي بدي أحققها باستعمالي لهذا البلوك. ما احتجت أرد أرجع مرة ثانية إيش أعمل؟ أعمل بايسينج والأشياء هاي كلها اللي هون، هذا ريحت حالي من كل الأشياء هاي اللي موجودة هون. أنا بشبك السيستم اللي موجود هون، بوصل البوزيتيف سبلاي والنيجاتيف سبلاي، وبعدين بحط بركب الريزيسترز اللي انا بدي اياها بحيث اني احقق الجين المطلوب. هاي العمليه سميناها نل اوفست، عمليه نل اوفست، لغيت الاوفست اللي موجود بهذا السيستم منه. ماشي واضحه الهاي؟ بتفيد في اسئله؟